مرحبا بكم في موجز الأخبار عبر منصات السودانية 24. رفضت وزارة الخارجية السودانية ما تضمنه البيان الأخير للاتحاد الأوروبي من اتهام للجيش السوداني بالقصف العشوائي ومساواته بالميليشيا الإرهابية، وذلك في الفاشرة بولاية شمال دارفور. وقالت في بيان صحفي إن الاتحاد الأوروبي عاجز عن تسمية من يهاجم الفاشر ويستهدف المدنيين ومعسكرات النازحين ويمنع وصول الإغاثة إليها، وهي الميليشيا الإرهابية التي أعلنت مراراً عن خطتها لمهاجمة المدينة ومنع وصول المساعدات، وقد نفذت ذلك فعلاً دون أن يقابل ذلك بما يستحقه من إدانة. قال والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة إن معسكرات المقاومة الشعبية بالولاية دفعت بأعداد كبيرة من المستنفرين لمعركة الكرامة دعما للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. وخلال مخاطبته تخرج مستنفرين أبي أم درمان بشر الشعب السوداني بنصر قريب وذلك على الميليشيا، مؤكدا أن القوات المسلحة تتقدم في كل المحاور وسنحتفل قريبا بطرد التمرد والقضاء عليه. اقترح الجيش السوداني توصيل المساعدات لمناطق سيطرته والحركة الشعبية قيادة عبد العزيز بجنوب كردفان، وذلك من دولة جنوب السودان عبر معابر برية وجوية. وقال الأمير حسن عبد الحميد النور رئيس الوفد الشعبي المساند للحكومة بحسب دارفور 24، قال إن الورقة المقدمة من الحكومة تحتوي على فتح مسارات آمنة من دولة جنوب السودان عبر مناطق سيطرة الحركة الشعبية ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء، مشيرا إلى أن الجلسة الافتتاحية للتوقيع ستكون اليوم الخميس، وذلك بحضور وفود دبلوماسية ووكالة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أودى بحياة وإصابة 510 أشخاص على الأقل. وقالت في بيان إن 454 مصابا وصلوا إلى مستشفى الفاشر الجنوبي منذ بدء القتال، كما توفي 56 فردا متأثرين بجراحهم. ورجحت أن يكون عدد القتلى والجرحى أعلى بكثير نظرا لعدم قدرة العديد من الأشخاص على الوصول إلى المستشفى، وذلك بسبب شدة القتال. دعت مجموعات نسائية وحقوقية سودانية جامعة الدول العربية إلى تعيين وفد عالي المستوى يعمل على استعادة الاستقرار وإنهاء الأعمال العدائية في السودان. وشددت المجموعة في رسالة إلى القمة العربية معنونة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة أن يتكون الوفد من النساء ويشاور بشكل مباشر دون الركون إلى تمثيل وسطاء سياسيين لا يتبنون أجندة النساء بشكل حقيقي فيما يتعلق بأولوياتهن في سعيهن نحو السلام والاستقرار. نهاية موجز الأخبار قدمناه لكم عبر منصات السودانية 24. تقبلوا تحياتي أنا ريم وفريق العمل. إلى اللقاء.